طبعا ملينا حاولت نح اكثر من مره اني اقتلها بس عجزت اني حاسس ان استخدم خاصيه البلاد وهجوم البلاد فعجزت فحاولت على خاصيه اللي هي خلينا نقول الاشف وغيرتها من الوور كراي الى تشيلينج ميست. طبعا هذه الخاصيه تستخدم الثلج انها قصت فيه انها استخدم هي خاصيه الثلج ان الثلج ياثر على ملينا بشكل مره كبير خصوصا الحين تشوفون الحين ضربه بعد ما يكتبل فيها او يعبي فيها الفوست يشطبها بشكل مره قوي ايضا انا اعطيها دمج مره عالي. فانا كان ودي اني اوريكم الحماس اللي كان فيني يعني وانا ضارب ملينا لكن الماك طفى علي اثناء اني كنت اسجل بس اوريكم اللي هي طريقه قتالها. فقعدت اقتلها عادي اللهم بس معي درع عادي واني اتصدى ضرباتها لكنها هي زي ما قلنا ان هي في المرحله الاولى او في مرحله في كل مرحلتين انها تهاجمك وتسحب منك دم. فخاصية الجليد هذه او الخاصية هذه بالذات بتشكل معها شيء مرة كويس خصوصا ان تقدر دمج الدمج مرة عالي وان بس تصد ضرباتها وتبتعد عن الضربات الخاصة زي هذه الضربة الخاصة اللي هي تقعد فيها الان. فابتعد عن هذا الشيء انتظر شوي لو ماك شيء اي شيء اي شيء مثلا ترمي عليها ارمى عليها وهي مثلا قاعد تسوي مهارة هذا لانها تقعد مدة لين ما تقوم. فابدا اهجم عليها شوف الحين زي هذا الحين هذا الهجوم شوف لما اضربها الثلج لاحظت انها زي اللي جهه نك باك كذا انها تبتعد كذا يخرب هجومها شوي تمام. لكن الاسلحه الثانيه او هجوم غير البلاد او غير الفورست تعادي تصد عادي وتكمل هجومها عليك. فهذا اذا استخدمت خاصيه الفورست او خاصيه البلاد بيخليها يعني زي اللي تتاثر من ضربتك وتتحرك يعني تصير صعب عليها انها تهاجمك مره ثانيه هي. الحين قعدت اسوي كل شيء احنا فقط اللي نسويه اني ابتعد عن مكان هجومها واصبر شوي واهجم مره ثانيه عليها واعطيها من ضربه الفراس نفسها. الحين شوفون الدمج كمان يزود عليها. الحين بتقوم اعطيها ضربه خاصه حقتي انا تنزل واعطيها ضربه خاصه مره ثانيه وكذا اكون قتلتها يعني بكل سهوله. فصح انا عانيت معها بس اني اول ما اكتشفت الخاصيه هذه ساعدتني بشكل مره كبير اني اهزم ملينا. طبعا زي ما تشوفون هنا هذا هو تعديل سلاحي لو تشوفون انا مبارف فيه الفورس مره كثير وضايف فيه هذه الخاصيه من الاشفور.